عليكم ورحمة الله وبركاته. القبض على يوتيوبر مصرية لتقديمها محتوى خادش للحياة. أتمنى من أخواتي وضع اللايك والاشتراك، وتعال نشوف هذه الأخت. طبعا أنا ليس أخت، أتمنى القبض على كل القنوات، أتمنى القبض على كل القنوات الروتينيات الخادشة للحياة. أتمنى إنهم يقفلوا كل هذه القنوات التي أتمنى لها النار، آه والله، والقبض عليها والسجن حلال لها والله. مصرية تنشر ما بات يعرف على المنصات باسم الروتين اليومي، ولكن هذه المقدمة أو صاحبة المحتوى قبض عليها واتهمت بتقديم محتوى خادش للحياة. قناة يوميات أنوش كغيرها طبعا من القنوات العديدة على يوتيوب ومواقع التواصل روتينيات كلها تستاهل تقدم الحرق مقاطع قسما وبثا بالله. مباشرا لفترات خلال اليوم، حيث تصور أعمالها المنزلية اليومية كتنظيف المنزل والطهي من أجل تحصيل المشاهدات، وبالفعل يتفاعل الكثيرون مع تلك الفيديوهات وتحصد مشاهدات بالآلاف، تتحول إلى مبالغ مالية تدر دخلا شهريا لتلك النساء ربات البيوت. محتوى قناة يوميات هذه هي أنوش القناة أيضا فعلا تصور أمورا تستاهل مشابهة إنها تقفل. معظمها داخل مطبخ السيدة الصغير. احنا هنصبن المواعين بتاعتنا بالبلدي كده، نصبن المواعين ونشوف، هنروق المطبخ مع بعضينا، وكمان الاوض هنروقها وهنظبط الدنيا، وكمان الحمام عايزه اعمل السيراميك بتاعه. طيب نكمل الروتين بتاعنا، هنعمل البوتاجاز بتاعنا روتين معانا في فاشل، المطبخ عشان حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، انت واللي زيك مليت الدنيا وفقا وساخة، لمواقع حسبي الله ونعم الوكيل محلية، فيكو. فإن دخل اليوتيوبر المقبوض عليها وصل من فيديوهات الروتين اليومي إلى 1000 دولار أسبوعيا. تخيلوا في الأسبوع ألف لكن دولار المحتوى الذي تقدمه القناة لم يعجب الجميع على ما يبدو، ووصفه البعض بالخادش للحياة، ومن بينهم المحامي بالنقد أشرف فرحان. ما رأيكم يا أخوان وأخواتي؟ فعلا أنا نطالب أنه نعمل حملة ضد هذه القنوات الخادشة للحياة، لعنة الله، الواحد فعلا نطردهم من رحمة الله. بس نفسي أعرف أين أهلهم، وين أهلهم، وين أخواتهم، وما بيعرضوا هيك مناظر خادشة؟ مش عارف لهالدرجة هذا اللحم رخيص، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الكل فرح انه تم القبض على واحدة منهم، يا رب اقبل الباقي. انتظر اراكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. طبعا هي حاليا بيتم التحقيق معها، ونتمنى السجن العادل انه تنسجن فورا.